حتى المهنه ديالو لكره كره القدم من بعد الحرب. ازداد بمدينة الجديدة عام 1947، ارتبط اسمه بالشاشة الوطنية والإعلام الدولي. أب لثلاث بنات، اشتغل في المجال الصحفي كمذيع وكمقدم برامج باللغتين العربية والإسبانية. عشق الكتابة وأصدر أول كتاب بعنوان الصرخة الأولى، وبعدها كتاب 11 مارس مدريد 1425، أصدرته ثلاثة دور للنشر في كل من المغرب وإسبانيا والمكسيك. إنه الإعلامي والكاتب سعيد جديدي. ازددت في عائلة تقليدية مغربية. عندما أقول عائلة تقليدية بمعنى أن هناك كثير من الأبناء وكثير من البنات. مثلا عائلتي كنا نحن ستة أبناء، أقول كنا لأن أصبحنا الآن أربعة واثنان ماتوا رحمهم الله. فالأب كان فقيه وكان مدير مدرسة، والأم كانت ربة بيت. وكبرت أنا في عائلة حيث أن العلم شيء عادي بالنسبة لنا. ثم طبعا بدأت كجميع الأطفال في سني وفي جيلي، بدأت فيما يسمى بالمسيد، الكتائب القرآنية، ولكن درست فقط لأتعلم المبادئ الإسلامية والشريعة الإسلامية. ثم انتقلت إلى المدرسة اللي كانت هنا حينئذ تدعى المدرسة محضرة جديدة. فبدأت لدراسة الابتدائي في سيدي علي بركة، مدرسة كانت تدعى سيدي علي بركة. ثم انتقلت إلى مدرسة أخرى ابتدائية أيضا تدعى في تطوان سيدي المنظري. من بعد سيدي المنظري بعد الشهادة، ما كان يدعى بالشهادة، انتقلت إلى الدراسة الثانوية في المعهد الرسمي في تطوان. والمعهد الرسمي كان المعهد الوحيد للتعليم الثانوي في ليس فقط في تطوان وإنما في الشمال. أنا كانت لي منحة من اليونسكو، فذهبت إلى إنجلترا وبدأت أدرس في إنجلترا حتى اكتشفت البي بي سي القسم الإسباني. كان أول تعرفت على شخص إنجليزي كان يشتغل في البي بي سي، فعرض علي أن أزور القسم الإسباني لأنني كنت أتقن الإسبانية وهو يعرف أنني أتكلم الإسبانية بطلاقة. فشاركت في برنامج صغير حول الجاليات الأجنبية وخصوصا العربية باللغة الإسبانية، فاكتشفوا أن لي صوت يمكنه أن ينفع. فاقترحوا علي برنامج شهري في أقل من 10 دقائق، بدأت أعمل. فكانت هناك البداية من البي بي سي قسم الإسباني في إنجلترا. بدأت برنامج شهري وأحيانا حتى يكون 3 أشهر، عندما كان يكون هناك امتحانات أو أي شيء كان أعمله في 3 أشهر. ولكن اكتشفت أنني معمول ليس لأي شيء آخر إلا للصحافة. سنتين من بعد كنت في مدريد في الإذاعة الوطنية الراديو ناسيونال دي إسبانيا، وبالضبط في 24 ساعة أحسن برنامج أخباري إسباني لحد الآن. أن البرنامج ما زال لحد الآن 24 ساعة. وهناك بدأت الدراسة والعمل في الراديو ناسيونال دي إسبانيا. فكانت هناك يمكنني أن أسميها الانطلاقة نحو عالم الصحافة الحقيقي. بعد 3 أشهر أو أقل تعرفت بشخص كريم فاضل، هو محمد شقور، السيد محمد شقور الذي الآن هو في مدريد، كان مراسل للوكالة المغرب العربي في مدريد، أنت قاعد وكاتب معروف ويشتغل الآن في التلفزة المغربية، في التلفزة الإسبانية القناة الثانية في إسبانيا. عرض علي برنامج نسائي في الإذاعة المغربية، وبدأت أعمل برنامج أسبوعي إيكوس فيمينينوس أو صدى نسائية في الإذاعة القسم الإسباني في الإذاعة المغربية. بعد أقل من 9 شهور اقترح علي السيد شقور أن أتدرب في إسبانيا. كانت هناك منح
من التلفزة والإذاعة الإسبانية إلى الإذاعة والتلفزة المغربية. فرجعت إلى إسبانيا بعد 8 أشهر تقريبا أو 9 أشهر، ولكن عندما رجعت إلى 24 horas. وهناك بدأت أتعلم واغتنمت الفرصة لأتمم ما كنت تخليت عنه وهي الدراسة. فبالموازاة مع عملي في الراديو ناسيونال دي إسبانيا بدأت أدرس حتى تقريبا بداية السبعينات. رجعت إلى المغرب ولكن رجعت مكون، رجعت كصحفي حق وحقيقي. لم أستقل أكثر من 3 شهور كصحفي عادي وأصبحت رئيسا للقسم الإسباني، بمعنى أنني بدأت عملي في الصحافة كرئيس منذ البداية منذ 1970. فهو أصبح مدير القسم الدولي في الإذاعة وأنا أصبحت رئيس القسم الإسباني في 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 الإذاعة المغربية. ثم بعد ذلك بعد تقريبا أقل من سنة محمد شقور أصبح مدير للبرامج في التلفزة المغربية، فاقترح علي ما يعتبره المغاربة أحسن وأكبر برنامج أنتجته التلفزة المغربية وهو نادي التلفزة تيليكلوب، برنامج الذي كنت أقدمه أنا بالعربية والمكي بريطل حفظه الله بالفرنسية في 72 أو 73. نودي علي لنشرة أخبارية أسبوعية الريتروسبكتيفا سيمانال، فبدأت أعد وأقدم الريتروسبكتيفا سيمانال. ثم بعد ذلك أصبحت يومية الريتروسبكتيفا سيمانال ثم توقفت ثم عادت بعد 2 سنين كنشرة أخبار يومية ثم توقفت، وظلنا هكذا إلى عام 1990. كنت في الدار البيضاء عندما كنت أشتغل في لامانيانا، فنودي علي وقيل لي بأن هناك ضرورة لإعداد نشرة إسبانية في التلفزة وهو ما يسمى الآن بالتيلي دياريو. فكانت هناك تجارب، يمكننا أن نقول تجارب عالمية، استفدت منها كثيرا، تعلمت الكثير وحصنت مفاهيمي بالنسبة للصحافة سواء فيما يتعلق بالأخبار الوطنية أو في الأخبار المغاربية والعالمية بصفة عامة. تجربتي مع الكتابة شيء غريب، أنه بدأ عندما كنت في البايس، في جريدة البايس. كنت أتعاون مع شخص اسمه خابي بالنثويلا، كان مراسل البايس في الرباط، كان صديقي جدا وصديق العائلة، صديق حتى زوجتي وصديق كل عائلة. فخابي بالنثويلا من الكتاب المرموقين الآن في إسبانيا، وكان حينئذ وأتكلم عام 1990 كتب كتابه الأول البارتيدو دي ديوس حزب الله، لأنه كان مراسل للبايس في لبنان. فعندما كتب الكتاب أنا أعجبت بالكتابة لأنني رافقته وهو يكتب. فحينئذ بدأت أحلم، فقط أحلم أن أكون كاتبا في يوم، لأن الكتابة هي تقريبا يمكننا أن نقول أنها المرحلة المتقدمة في الصحافة. أي صحفي بعد 30 سنة يجب أن يصبح كاتبا، أو على الأقل هذا ما أفكر أنا. فبدأت أفكر في الكتابة، فكرت في الكتابة ووجدت موضوع هائل وهي كتابي الأول الصرخة الأولى. وجدت من دعمني في إسبانيا وبدأت أكتب، ثم وجدت جميع المشاكل، لأن حتى في إسبانيا القضية الدينية لها توابع ولها أشياء خفية، على أكثر الأشياء الخفية من الظاهرة. فاتجهت نحو المكسيك لأن حينئذ كنت أشتغل في غالافيسيون، فوجدت الدعم ووجدت التوجيه
ووجدت كل شيء. فاتصلت بتطاون سمير جمعية تطوانية وأخرجت لي الكتاب، تكلفت بالكتاب وتكلفت أيضا بكتب الثلاثة الأولى، بمعنى الصرخة الأولى غريتو بريمان، بريسينتادو أو تحت الختم، أو أوتو ديتيميناسيون دي برناديرو حق تقرير مبهم حول الصحراء، كتاب حول الصحراء. من بعد ذلك خرجت من إطار الجمعيات وأصبحت ما يمكننا أن نقول كاتب يشهد له بالكتابة. جاء كتابي مثلا يمنى أو الذاكرة الحميمية، يمنى أو ميموريا إنتيما الذي طبع في إسبانيا، وكتابي الأخير طبع في المغرب ولكن على حساب منظمات عالمية وخصوصا أمريكية وإسبانية، وهو كتاب تقريبا روبورتاج كبير لأن اسمه 11 مارس نقطتين مدريد 1425. لماذا 1425؟ لأن 1420 الهجرية، السنة الهجرية هي 2004، بمعنى اعتداءات مدريد. أنا اعتداءات مدريد كنت في مدريد مراسلا للإذاعة الوطنية المغربية ومراسلا لإذاعة مونيتور المكسيكية. أتذكر يوم كنا في يفران وكان هناك مدير ABC، أنا إذن مدير للراثون الآن السيد أنصون، وكنا سنترجم استجواب له مع الحسن الثاني. فعندما جاء الحسن الثاني جاء ليسلم علينا، قدم له وزير الداخلية آنذاك الذين هم هنا قدمنا. وعندما جاء إلى أنصون قال له السيد أنصون، فقال له الحسن الثاني رحمه الله: أنصون، قيل لي أنك صديق أخي خوان كارلوس. فقال له ولكن بطريقة غريبة: لست صديقا يا صاحب الجلالة لإخوان كارلوس. فذلك لم يعجب الحسن الثاني، قال له: كيف كيف؟ أنا سأقول لك بأنك أنت صديق ملك إسبانيا وتقول لي أنك لك. قال له: أنا لست صديق الملك إسبانيا، أنا من رعاياه الأوفياء. فأعجب ذلك كثيرا الحسن الثاني. وختامه مسك. في 4 أكتوبر 2007 وصلت إلى السن القانوني للتقاعد، فخرجت من الإذاعة والتلفزيون المغربية، وكنت أنوي أن أستريح ولأعيد شيء لبناتي مما تقريبا سرق مني بنشاطي في الصحافة وفي الأدب وفي السفريات إلى الخارج. إلا أنني بعد شهرين بالضبط كان هناك اقتراحات بسلسلة من المحاضرات في إسبانيا وفي أمريكا اللاتينية، وبدأت أكتب. لأنني عندما خرجت هناك بوسام ملكي من الدرجة الرئيسية في المغرب، وهناك وسام أيضا من الدرجة الأولى في إسبانيا. فخرجت بوسامين إسباني ومغربي، وخرجت بكل ما يمكنه أن يحقق الإنسان، فبدأت أفكر فقط في الكتابة وفي المحاضرات.